حقيقة بعد زيارة دولة رئيس الوزراء إلى محافظة نينوى ولقاء مع النواب عن محافظة نينوى وكذلك لقاء مع مدراء الدوائر والحكومة المحلية بصورة عامة، حقيقة هناك كانت بعض الملاحظات قد أخذها دولة رئيس الوزراء خلال زيارته على بعض المدراء الدوائر وبعض المؤسسات الحكومية التي أخفقت في أدائها خلال السنوات الماضية. فمن الطبيعي دولة الرئيس لديه رؤية خاصة في محافظة نينوى، أعتقد لديه ملاحظات. اليوم بدأت تغيير مدير سد الموصل، وهناك رؤية أو مقترح إصدار أمر إداري تعيين مدير عام لصحة نينوى. مضى أكثر من ما يقارب قريب السنة مدير عام مكالة في هذه الدائرة. حقيقة هناك معايير وكفاءات ونقاط جوهرية قد وضعت من قبل وزير الصحة لنيل هذه المنصب. حقيقة هناك تنافس بين الأحزاب وبين الكتل السياسية في محافظة نينوى لنيل هذه المنصب، ولكن دولة الرئيس ووزير الصحة هناك ضبط، يعني وضع ضوابط لشغل هذه المنصب. يجب أن يكون الدكتور كان عمل في إدارة دائرة، وكذلك يجب أن يكون لديه بورد وعدة فقرات. وعليه تم ترشيح 3 مدراء أطباء من محافظة نينوى، سوف يختار رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزير الصحة لإصدار أمر إداري لنيل أو لتنسب مدير عام صحة نينوى. بالتأكيد لا يخفى عن الجميع، طبعا هناك جهات تنخر وليس تتدخل، تنخر في تتدخل في إدارة المحافظة وتتدخل في إدارة المشاريع وتنخر في الموارد المخصصة أو المبالغ المخصصة لمحافظة نينوى لإنشاء مشاريع أو لتطوير مدينة الموصل. هناك جهات لديه دور كبير في السيطرة وبسط نفوذها في محافظة نينوى. نحن بدورنا كممثلين عن محافظة نينوى لا نسمح تدخل أي جهة، ولكن مع ذلك هناك جهات تتدخل في إدارة الدولة وتمد يدها لشؤون الداخلية لمحافظة نينوى. يعني حقيقة إن أردنا تحقيق العدالة في المناصب، أولا نحن أنا كممثل عن التركمان في محافظة نينوى طلبنا تكرارا ومرارا خلال لقاؤنا مع سيد دولة رئيس الوزراء في بغداد، طلبنا أن يصدر أمر ديواني لتسوية المناصب في محافظة نينوى إسوة في محافظة كركوك. كان هناك مشكلة يعاني منها محافظة كركوك، تم مؤخرا إصدار أمر ديواني وتم التشكيل فعلا هذه الأمر لتسوية المناصب في محافظة كركوك. طالبنا لأنه هناك جهات قد سيطرت على محافظة نينوى، جميع المؤسسات الحكومية قد وصلت الإدارة إلى جهة معينة تحزبية أو طائفية أو ما شابه ذلك. نحن كمكون تركما وبعض الأقليات لا يمتلكون أي منصب إداري ولا أمني في هذه المحافظة. خلال اجتماعنا مع دولة الرئيس في مبنى المحافظة طرحنا مطالبنا ومعاناتنا لدولة الرئيس، من ضمنها تحقيق العدالة وإبعاد المحاصصة والتحزب عن مؤسسات الدولة حقيقة، ويجب أن يكون عدالة في هذه الاستحقاقات. ناقشنا هذا الموضوع وكذلك سلمناها كتابا رسميا نطلب فيه أنه إبعاد أو وقوف دولة رئيس الوزراء على مسافة واحدة من جميع الأحزاب وجميع القوميات وجميع الطوائف في محافظة نينوى، يجب أن يقف على مسافة واحدة. ننتظر أوعدنا دولة رئيس الوزراء سوف يبعث لجنة وزارية لتحقيق لمتابعة ما تم طرحه لدولة رئيس الوزراء.